مساكم الله بالخير. قبل اسبوعين تقريبا اشتركت بشركة انترنت. هذه الشركة كانت موجودة من قبل اسمها ويند، الحين صار اسمها بي وايرلس. اول شيء لازم نفهم فكرة هذه الشركة شنو، او شلون طريقة توصيل الانترنت من عندهم. راح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل عشان تعرفون الفكرة. الانترنت عندهم ما له علاقة في تليفون البيت، يعني مو لازم يكون عندك تليفون البيت على اساس تحط انترنت من عند هذه الشركة. هم يعتمدون على الابراج. شلون طريقة التركيب؟ طبعا تتصل عليهم وتقول لهم انا بالمنطقة الفلانية، مثلا بيتي بهالمكان، هل عندكم تغطية حق هذه المنطقة ولا ما عندكم؟ بعد ما تتصل عليهم وتشوف في تغطية على منطقتك، تقول لهم انا بشترك بالسرعة الفلانية. يقولوا لك تكلفتها كذي، راح نرسل لك مسج وتدفع عن طريق الاشتراك. بعد ما تدفع الاشتراك، بعدها بعشرة ايام او 15 يوم تقريبا، يجي الفني ويا المهندس يركبون اريل فوق سطح البيت. بعد ما يركب الانتنة او الاريل بالسطح، يمد منه كابل للمكان اللي انت بتحط فيه الراوتر او البرودباند، ويوصل لك اياه وانتهى الموضوع. طبعا الكابل اللي يمد من الاريل او الانتنة من السطح للراوتر، هذا كابل ايثرنت، الكابل العريض، مو نفس الكابل اللي عندك اياه في تليفون البيت. الحين فهمنا طريقة التركيب. انزين، هذه الشركة سعرها غالي مو رخيص، يعني مو نفس اسعار الانترنت الدي اس ال اللي تشترك فيه او الفايبر. شنو فائدة هذه الشركة؟ ليش أنا أدفع هذا المبلغ؟ هذه الشركة تعطيك إنترنت ما له علاقة بخط البيت، وتعطيك سرعات وايد عالية. هذا يفيد المناطق الجديدة اللي ما عندهم تليفون بيت، ما يقدرون يحطون إنترنت بالبيت، هذا يفيدهم ما له علاقة بخط البيت. وهذا أيضا يفيد الأشخاص اللي عندهم تليفون بيت لكن ما يتحمل سرعات عالية، مثلا 10 MB، 12 MB، 14 MB، 16 MB، خطك ما يتحمل. تشترك مع هذه الشركة، وهذه الشركة تعطيك خط انترنت ديديكيتد لك بروحك، يعني مو السكان اللي بالمنطقة يشاركونك بهذه السرعة. وغير كذي الانترنت عندهم ستيبل، ثابت، يعني اذا اشتركت 10 MB راح يعطيك 10 MB داونلود و 10 MB ابلود، هذه السرعة ثابتة ما راح تنزل ولا تصعد. الحين فهمنا كل شيء عن هذه الشركة، فهمنا شلون طريقة التركيب وليش اسعارهم غالية ومنو يركب هذا الانترنت. انزين، من يستفيد من هذه السرعات؟ الاشخاص اللي يلعبون فيديو جيمز اونلاين، اللي يلعبون بلاي ستيشن، اكس بوكس، كمبيوتر اونلاين، يستفيدون من هذه السرعه. ومن يستفيد ايضا؟ يستفيد اليوتيوبرز، اذا بيرفعون فيديوهاتهم على اليوتيوب يحتاجون ابلود عالي، واللي يطلعون افلام ستريمينج عن طريق المواقع اونلاين. وحتى الاشخاص اللي يسوون داونلود، اللي يحبون يحملون الافلام اول باول او يحملون المسلسلات اول باول عن طريق التورنت، هذا الانترنت راح يفيدكم. وكذي عرفنا منو اللي يستفيد من هذه السرعات. انا مشترك ب10 MB upload و10 MB download. الحين راح نسوي speed test ونشوف السرعة. الحين دخلنا على موقع speedtest.net، نضغط go ونسوي speed test على سرعة الانترنت. لاحظ معاي هني عندي البينج 13، الداونلود 10.71، الابلود 10.63 MB. الحين سويت تيست مرة ثانية علشان نشوف السرعة، هل هي ثابتة ولا تتغير معانا كل شوي. لاحظ معي، لاحظ هذه هي سرعة الداونلود. الحين قاعد يسوي تيست على الأبلود مرة ثانية. هذه هي النتيجة الثانية، عندنا هني البينج 8، الداونلود 10.49 MB، والأبلود 10.66 MB، السرعة ثابتة. الحين راح نسوي سبيد تيست عن طريق الايفون، نشوف السرعة على الايفون شلون. لاحظ معاي البينج عندنا هنا 22، وعندنا الداونلود 10.50 40 50، وهنا عندنا الابلود. لاحظ معاي السرعة 10.18 MB. الحين سويت لكم تيست مرة ثانية علشان نشوف السرعة ثابتة ولا لا. طبعا إذا تغيرت الأرقام أرقام بسيطة، هذا أمر طبيعي عادي. عندنا هني البينج 17، الداونلود 10.63 MB، والأبلود 10.93 MB، السرعة ثابتة ممتازة ما فيها أي شيء. جربنا على الكمبيوتر، جربنا على الآيفون، الحين نروح نجرب على البلاي ستيشن. الحين قاعد يسوي سبيد تيست على البلاي ستيشن.
لاحظ معاي هذا هي سرعة الداونلود 9.7 ام بي. البلاي ستيشن ما ادري ليش دائما الابلود سبيد 738 كيلو بايت. راح اسوي تيست ثاني، لاحظوا دائما على البلاي ستيشن الابلود دائما بطيء، كل ما تسوي تيست تلاقي الابلود بطيء، هذه مشكلة اتوقع من البلاي ستيشن. لاحظوا معاي هني عطاني الداونلود سبيد 10 ام بي بالضبط، وعطاني الابلود سبيد 1.1 ام بي. هذه مشكلة دائما بالسوني، ما ادري شنو مشكلتهم. الحين بنجرب لعبة Call of Duty Online، بنشوف في تقطيع ولا ما في تقطيع. طبعا ما راح العب 100% صح، بس انه يعني بوريكم انه ما في تقطيع. طبعا انا هذا مو لعبي، انا قاعد اجرب وياكم لان ما اقدر اجرب العب واصور بنفس الوقت. عموما شفنا انه ما في تقطيع وشفنا التست على السرعات. السرعه ممتازه وثابته على الكمبيوتر وعلى الايفون وعلى البلاي ستيشن، لكن البلاي ستيشن الابلود ما ادري شنو مشكلته. عند اكثر من شخص سالته قال لي نفس المشكله، لكن اثناء اللعب اونلاين ما راح تحس بشيء ولا راح تحس بتقطيع ولا شيء. الظاهر هذه مشكله بسيرفر بلاي ستيشن نفسهم، وهم عندهم مشكله في الابلود. الحين ننتقل حق نقطة ثانية. في ناس يقول لك انا مشترك بسرعة 10 ام بي، لما اسوي داونلود حق ملف او فيلم او اي شيء ليش ما يعطيني السرعة 10 ام بي؟ سرعة الداونلود لها حسبة معينة، الحين راح اوريكم هذه الحسبة راح تفهم ال 10 ام بي ايش كثر يطلع او يبين لك لما تسوي داونلود حق ملف. هذه هي عملية حساب سرعة الانترنت. انتبه معاي، هي العملية يبيلها شوية رياضيات، يعني تكون شاطر بالرياضيات. انتبه معي، اذا ما فهمت عيد الفيديو اكثر من مره راح تفهم. انا راح ابسط لك اياها كثر ما اقدر على اساس اوصل لك المعلومه. انتبه معي، اذا انت مشترك بسرعه 8 ام بي او 8 ميجا بايت، الواحد ميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت. شلون الحسبه؟ 1024 كيلو بايت في 8 ميجا بايت يساوي 8192، والناتج 8192 تقسمها على 8 راح يعطيك 1024 كيلو بايت. هذه السرعة اللي راح تاخذها في الداونلود. طبعا ال 1024 يساوي 1 ميجا بايت، يعني لما تيجي تنزل ملف تورنت او تنزل اي ملف فيديو راح تلاقي السرعة 1 ام بي. اني حق سرعة ال 10 ميجا بايت، اذا انت مشترك في 10 ميجا بايت قلنا ال 1 ميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت. ال 1024 كيلو بايت نضربها في سرعتنا اللي هو ال 10 ميجا بايت يساوي 10240. الناتج 10240 نقسمها على 8 يساوي 1280 كيلو بايت. هذه هي سرعة الداونلود اللي تحصلها، وال 1280 كيلو بايت تقريبا يساوي 1.2 ميجا بايت. هذه هي السرعة اللي راح تشوفها إذا قاعد تنزل ملف. والحسبة نفس الطريقة، سواء اشتركت في 6 ميجا بايت، 8 ميجا بايت، 10 ميجا بايت، 12، 14، هي نفس عملية الحسبة. وكذي عرفنا حسبة الداونلود، يعني لما تشترك 10 ميجا بايت وتسوي داونلود حق فيلم ما راح تلقى رقم 10 ام بي يطلع لك يم الداونلود. اتمنى ان الجميع فهم العملية الحسابية. قبل ما تشترك باي سرعة سوي العملية الحسابية وشوف هل هي تناسبك او ما تناسبك. الحين ننتقل حق أسعار الاشتراكات، السرعات والاشتراكات والراوتر والتركيب كم أسعارهم. الحين أوريكم الأسعار. هذا جدول الأسعار والسرعات، هني عندنا السرعات تختار السرعة اللي تبيها، وهذه أسعار خدمة الإنترنت فقط. إذا أنت أول مرة تشترك معاهم هني 25 دينار رسوم التركيب و60 دينار قيمة الراوتر. طبعا ال 25 دينار رسوم التركيب وال 60 قيمة الراوتر هذول تدفعهم إذا أنت مشترك جديد، إذا أول مرة، بعدين لما تتجدد اشتراكك هذه هي الأسعار. وهني عندنا قيمة الاشتراكات مع الرسوم مالت التركيب ورسوم الراوتر، هذه هي الأسعار كاملة. وإذا تبي تشترك معاهم وتبي تسألهم أسئلة زيادة هذا هو رقمهم، اتصل عليهم واسألهم هل في تغطية حق منطقتك وكم الأسعار وشلون الطريقة.
هذا هو موضوع اليوم. اتمنى ان الجميع استفاد من هذا الموضوع. اتمنى اني غطيت كل شيء عن شركه بي وايرلس. اتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني. انا اخوكم علي حسين، فما الله.